في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الهمزة للاستفهام، والاستفهام معناه هو طلب العلم عن شيء مجهول بإحدى أدوات الاستفهام، لكن الاستفهام هنا قد خرج عن هذا الأصل. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا الاستفهام يراد منه التهيج، ويراد منه التذكير بنعرة الجاهلية وتعظيم الأسلاف، فيكون هذا الاستفهام للتهيج، يهيجانه على أن يبقى على دينه. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ هي الكفر.